أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئات اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثاني للهيئة بتوصيات ومقترحات لتنمية الجوانب الاقتصادية والمقاصدية في العلوم والدراسات. في القدس العربي نقرأ العراق سجون سرية للحشد في تكريت والموصل تضم مئات المغيبين قسرا. ونقرأ في المدى مرشحون من المحافظات يخوضون التنافس الانتخابي في بغداد لتلافي الخسارة المتوقعة. أما في العربي الجديد نقرأ الحشد يعد لتظاهرة كبيرة لإحراج العباد ومخاوف من استغلالها سياسيا. ونقرأ في الحياة النظام يكثف قصفه جنوب دمشق والمعارضة تتهمه بهندسته ديموغرافيا. نتصفح في العربي اللندني حزب الله يمارس ترهيبا على المرشحين الشيعة للانتخابات البرلمانية. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في موقع الخليج أونلاين ترامب الطريق لحل أزمة كوريا الشمالية ما يزال طويلا. أهلا بكم. نسمع في هذه الأيام كلاما يحط من قدر الشعب العراقي إذا ذهب وانتخب وجها لوجه، وجها واحدا من الوجوه التي عرفناها طوال 15 عاما من الفساد والتردي والانهيار. هناك من يقول إن العراقيين يستحقون هؤلاء السياسيين الفاسدين لأنهم جاءوا بهم إلى سودة الحكم، وإنهم لما تورطوا معهم في المرة الأولى ربما كانوا يجهلون معدنهم الرديء، فلماذا انتخبوهم ثانية وثالثة؟ فتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان كيف يمكن تفسير ذلك وأين الخلل؟ أهو في الشعب الذي ينتخب أم السياسيين المتصدرين لكل المشاهد والمنصات أم الخلل في مكان آخر؟ الانتخابات المقبلة إذا صوت فيها الشعب بجميع ملايينه أو لم يصوت فيها أحد ستجري ويكون لها صناديق، وتخرج عبرها جوقة سياسية عليها طبقة ثقيلة من الأحزاب والشخصيات الفاسدة المستهلكة، وإن أي كلام سوى ذلك ضحك على الذقون. لماذا سيحدث ذلك فعلا حتى لو حسبتم ذلك في باب المراهنات؟ هل لأن العراقيين شعب ناضب القدرات لم يعد قادرا على فرز الغث من السمين والصالح من الفاسد؟ الجواب بسيط، هو أن الشعب أساسا ضحية كل أركان العملية السياسية الفاسدة التي تقوم على الركن الأكبر وهو الانتخابات والقوائم الموزعة للتراضي والتوافق حيناً وللتنافر والتنابز والتراشق أحياناً. إذا كان الجميع متفقين على فساد العملية السياسية، وإذا كنا بكل ألواننا وأطيافنا مجمعين على فساد قادتها وكوادرها وحواشيها، والجميع يقرون أيضاً بأن المنصب يباع والصوت يباع والوزارة تباع، واعترافات السياسيين بانحطاطهم معلن على ألسنتهم البذيئة، فلما التبجح والتعلق بوهم مفاده أن صناديق الاقتراع المصنعة في مصانع العملية السياسية الفاسدة ستخرج بيضاً صالحاً يفقس عن أناس أسوياء لا تأثير من الجينات السيئة عليهم؟ الكاتب يرى أن الدمار لم يصب الموصل فحولها إلى نسخة من هيروشيما قبل 70 سنة، والدمار لم يصب احتياطي البلاد من العمولات الصعبة فصار يستدين أحياناً لينتج النفط الذي يعد ثروته الأساس، والدمار لم يصب أيضاً هيكلية بناء المجتمع ومنظومة القيم وعقول التخطيط والإرادة السياسية، وإنما أصاب فكرة المواطنة فجعلها القضية الخلافية الأكبر في البلاد. والآن هل تريد أرنماً أم غزالاً؟ فالإثنان متوافران وبكميات مزيحة. تبدو الانتخابات البرلمانية في العراق فريدة من نوعها، إذ يبدو أن حزب الدعوة المتصدر للمشهد السياسي في العراق منذ عام 2005 اختار أن ينافس نفسه،
فالحزب سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين بعد أن أعلن انسحابه من الانتخابات بشكل مباشر في 13 من كانون الثاني الماضي. عائشة المري ترى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن المنافسة ستنحصر بين شخصيتين رئيسيتين من حزب واحد، وعندها لا يهم من سيكون رئيس الوزراء بينهما، فحزب الدعوة هو الفائز في كل الأحوال. اليوم رغم تعقد المشهد العراقي ظاهريا، إلا أن الأمر شبه المؤكد أن حزب الدعوة سيبقى في السلطة بعد أن دخل الانتخابات بقائمتين، أحدهما للمالكي والأخرى للعبادي. القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر صرح بأن حزب الدعوة سيحصل على الولاية 65 ويبقى على حكم العراق إلى يوم القيامة بإرادة الناس ومرجعية النجف والدعم الإيراني، مؤكدا لا يوجد أي انشقاق في حزب الدعوة، وداخل الحزب لا توجد أي مشكلة، والخلاف خلاف حكومي فقط، وأن المالكي عندما حصل على عدد كبير من الأصوات حصل عليها كزعيم لحزب الدعوة، والآن لدينا زعيمان وبذلك سنحصل على أصوات إضافية أكبر. في المحصلة الانتخابات العراقية لا تعد أن تكون اتفاقا داخل أروقة حزب الدعوة للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية عبر خوض الانتخابات عن طريق أكثر من تكتل انتخابي في تلاعب جلي بالناخب العراقي. الكاتبة تقول في ختام مقالها أن حزب الدعوة سيكون هو الرابح الأزلي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق. أما الحديث عن وجود انشقاق سياسي في الحزب فهو لا يعد أن يكون من باب الأمنيات غير الواقعية، فحزب الدعوة وصل السلطة ولن يتخلى عنها حتى يوم القيامة بحسب تعبيرها. الجرائم المخلة بالشرف واحدة في قوانين الدول جميعا تقريبا، لا تتأثر بالظرف المكاني ولا الزماني، وهي لا تتحدد بجرائم البغاء والدعارة والاغتصاب وحدها، فثمة عشرات أنواع أخرى من الجرائم يطولها هذا التوصيف. بين الآلاف من الذين ترشحوا إلى انتخابات الشهر المقبل البرلماني، العشرات ممن ما كان على القوى والأحزاب المنخرطة في العملية الانتخابية ضمهم إلى قوائمها أصلاً بكل بساطة لأنهم من مرتكبي جرائم المخلة بالشرف كالتزوير وخيانة الأمانة العامة والرشوة والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال. هذا ما أشار إليه عدنان حسين بمقاله في صحيفة المدى. بعض الذين ترشحوا إلى الانتخابات البرلمانية محكوم عليهم ومدانون بهذه الجرائم، وكان من المفترض أن يكونوا خلف القضبان بيد أن قانون العفو سيء الصيت والسمعة أطلق سراحهم، لكنه لم يسقط جرم الإخلال بالشرف عنهم، وما من أحد لديه السلطة بإسقاط هذا الجرم مدى الحياة. بين هؤلاء محافظون حاليون وسابقون، وسواهم من شاغلي الدرجات الخاصة التي مكنتهم من استغلال مناصبهم لارتكاب جرائم التزوير وخيانة الأمانة والاختلال وسوى ذلك. إذا كانت الأحزاب والقوى السياسية غير مكترثة لهذا الأمر لأنها في الأساس راعية للفساد الإداري والمالي وحاضنة للفاسدين والمفسدين، فإن مفوضية الانتخابات الموكول إليها ضمان توافر كل الشروط اللازمة لتولي وظيفة عضو البرلمان، ومنها بالأخص عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف، كان عليها أن ترفع البطاقات الحمر في وجوه هؤلاء المرشحين وأحزابهم وقوائمهم، فهي الهيئة المؤتمنة على هذه المهمة الوطنية. والعراق لم يخلو من الناس الجديرين بعضوية البرلمان من غير المدانين بالجرائم المخلة بالشرف. الكاتب يقول لو افترضنا أن مفوضية الانتخابات لا تكترث هي الأخرى لأسباب تتعلق بمصالح الأحزاب التي شكلت المفوضية، فما موقف السلطة القضائية وبذلك جهاز الادعاء العام؟ هذا هو السؤال. أليس من صلب واجباته الحيل لدنا تولي المدانين بالجرائم المخلة بالشرف وظائف عامة وبالأخص وظيفة العضوية في مجلس النواب؟ تناولت صحيفة التلغراف البريطانية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وزيارة خبراء الأسلحة الكيميائية
إلى حيث أورد تقرير للصحيفة أن سكاناً محليين ومقاتلين في جيش الإسلام دفنوا جثثا لضحايا الغازات السامة في دوما وعلى عجل للحفاظ على ما يمكن أن يكون أكثر الأدلة أهمية لما جرى ليلة السابع من نيسان الحالي. التقرير نسب إلى رئيس هيئة الأسلحة الكيميائية السورية السابق العميد زاهر الساكت الذي انشق منذ سنوات عن النظام السوري القول إن 3 أو 4 أشخاص فقط على علم بموقع الجثث، وسلم هؤلاء الأشخاص أحداثيات الموقع لرئيس منظمة القبعات البيض رائد صالح التي تعمل في مناطق المعارضة المسلحة، وقام صالح بدوره بتسليمها لمنظمة منع استخدام الأسلحة الكيميائية. ووقع مكان دفن الجثث حاليا تحت سيطرة قوات النظام، ولذلك سيكون وقوف مفتشي المنظمة الأممية على هذه الجثث معتمداً على سماح النظام لهم بذلك. وقال المفتش السابق جيري سميث الذي عمل مع المنظمة في سوريا في 2013 إن المنظمة لا تملك إلا انتظار موافقة الدولة المضيفة، وأضاف أنه بينما يكون التأخير مثيراً للقلق إلا أنه من المستحيل إعدام كل الآثار لأي هجوم كيميائي يدخل فيه غاز الأعصاب، ويشتبه أطباء في أنه خلط مع الكلورين الأقل سمية. الصحيفة تشير إلى أن ما سميت أوضح أن أو بالأحرى لأن سميث عفواً أن سميث أوضح أن خبراء المنظمة سيسعون لجمع 3 أنواع من الأدلة: عينات بيولوجية وبيئية وأقوال للناجين ودليل وثائقي مثل مقاطع الفيديوهات والصور. وتلفت الصحيفة إلى أن عددا من الناجين انتقلوا مع المسلحين المعارضين إلى إدلب بشمال سوريا، ومن المرجح أن يقوم خبراء الأسلحة الكيميائية بأخذ شهاداتهم في وقت لاحق. قدم كتاب انهض وقت أولا التاريخ السري لعمليات الاغتيال الإسرائيلية الذي نشر مؤخرا في أمريكا معلومات جديدة خطيرة تعود بدايتها إلى إنشاء جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي المسمى الموساد في عام 1948. وعرضا طويلا لمسلسل من عمليات الاغتيال التي لا تقف عند حدود، صحيفة القدس العربية تتساءل في افتتاحيتها كيف نرد على اغتيال الموساد للعلماء الفلسطينيين. هناك تأريخ طويل لاحق للموساد باستهداف العلماء الفلسطينيين والعرب الذين يدعمون القضية الفلسطينية، وكان اغتيال العالم فادي البلطش في ماليزيا قبل يومين آخر هذه العمليات، وقبله تم اغتيال المهندس محمد الزواري في بلده تونس لعلاقته بمشروع صنع طائرات من دون طيار لصالح حركة حماس. تفترض هذه المعطيات كلها وجود خط بياني يربط بين معرفة بعض العلماء والباحثة الفلسطينيين والعرب والمسلمين أو الأجانب الذين يمكن أن تعتبرهم إسرائيل خطراً عليها بالعلوم التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية، واحتمال استهدافهم بالأذى أو وضعهم على دائرة الاغتيال من قبل إسرائيل. هذه المعطيات هي أحد أشكال الصراع المعقد بين الفلسطينيين ومن يناصرونهم في العالم وبين إسرائيل، ولكن التركيز فقط على طابعها الأمني والاستخباراتي خطأ، وهو أحد أهداف إسرائيل لأنها بداية تريد فرض جو يقنع الفلسطينيين بخسارتهم سلفا لهذا الشكل من أشكال الصراع، وبخلق جو من البارانويا لديهم حول قدرات إسرائيل التي لا تقهر، وبإرهابهم كي لا يفكروا ببحث وجمع وتخزين العلوم التي يمكن أن ترد على إرهابها لهم. الصحيفة ترى أنه إذا كان تجاهل الطابع الأمني للمسألة غير ممكن مثلا، فإننا لا يمكن أن نغفل مسألة أكثر أهمية بكثير وأعلى مرتبة منها، فتاريخ العلوم الحديثة يكشف ارتباطها العضوي بطبيعة الأنظمة السياسية الحرة والتي تشرع الأبواب تشرع بالأحرى الأبواب للحريات والحريات الاقتصادية والاجتماعية، وما يفتح المجال فعلا للبحث العلمي وتجميع المعرفة والإبداع فيها، وليس فقط
قصها ولصقها من البلدان المتقدمة، وهو أمر لا ينجح في بيئة لا يمكن أن تجد مكانا لتطبيق العلوم واستخدامها وتفتح الفرص لأصحابها وتدعم العلماء وحتى الباحثين. إعلان كوريا الشمالية تجميع تجاربها في المجال النووي ومجال إطلاق الصواريخ البالستية كان خبرا سيئا لما يسمى محور الممانعة. سيحاول هذا المحور التخفيف قدر الإمكان من رضوخ كيم جونغ أون للضغوط الأمريكية وإقناع نفسه بأن بيونغ يانغ حققت انتصارا جديدا على واشنطن. خير الله في صحيفة العرب اللندنية يرى أن هذا عائد إلى سببين مهمين. الأول أن كوريا الشمالية تلعب دورا كبيرا في تصدير تكنولوجيا الصواريخ البالستية والبرنامج النووي لإيران، والسبب الآخر يعود إلى أن النظامين السوري والإيراني يعتبران أن كوريا الشمالية نموذجا للدولة القادرة على تحدي واشنطن والرئيس ترامب تحديدا. لا تستطيع إيران الاعتراف بأن اقتراب كيم جونغ أون من لغة العقل والمنطق ستكون له انعكاسات عليها عاجلاً أم آجلاً، وأن من مصلحتها السير على خطى الرفيق كيم والاستفادة من تجربته. يبدو المثير في التحول الكوري الشمالي توقيت هذا التحول، إنه يأتي في مرحلة يبدو فيها الشرق الأوسط مقبلاً على أحداث كبيرة في ظل الإصرار الإيراني على إقامة قواعد عسكرية في سوريا تضاف إلى تلك التي أقامها حزب الله نيابة عنه في لبنان. ليس سراً أن كوريا الشمالية تلعب دوراً كبيراً على صعيد كل من له علاقة بتطوير الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك تلك التي يطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية في اتجاه المملكة العربية السعودية. فضلاً عن ذلك هناك تعاون بين النظام السوري وكوريا الشمالية في مجال تطوير الأسلحة المحظورة، ما قصفته إسرائيل في العام 2007 في منطقة دير الزور السورية كان منشأة بنتها كوريا الشمالية يجري العمل فيها على تطوير المفاعل النووي. سيتبين قريبا إلى أي مدى يمكن أن يذهب كيم جونغ أون في التغيير. سيظل السؤال المطروح، هل يصمد نظامه في وجه التغيير الذي سيعني قبل كل شيء الانفتاح على دولة حديثة هي كوريا الجنوبية؟ الكاتب يقول إنه لا يبدو صمود النظام الكوري الشمالي أكيدا. ما هو أكيد أن كيم جونغ أون سيتم محور الممانعة، خصوصا إيران التي لم تكتشف أو بالأحرى لم يكتشف النظام فيها أن الشعب لا يريد صواريخ ولا قنبلة نووية ولا السيطرة على عواصم عربية مثل بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء بمقدار ما يريد حياة أفضل. هذا يعني في طبيعة الحال العلاقات أفضل مع المجتمع الدولي ككل ومع الولايات المتحدة تحديدا، وتخليا عن شعارات طنانة وكلام فارغ وقواعد صواريخ لا هدف منها سوى تحقيق انتصارات على الشعب اللبناني والشعب السوري والشعب العراقي والشعب اليمني، هكذا يصف. بعيداً كل البعد عن السياسة، طور فريق من الباحثين في أستراليا جيلاً جديداً من الثياب التي تراقب الأنشطة الحركية للمستخدم عن طريق نوعية خاصة من الألياف النسيجية القادرة على استشعار تحركات أو انقباضات عضلات الجسم بحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد الإماراتية. وقال الباحث شايان سيدين من معهد ديكين للخامات المتطورة إن النسيج القادر على استشعار تحركات الشخص الذي يرتديه يمكن
يمكن استخدامه لصناعة ملابس لقياس أداء الرياضيين المحترفين أو في جمع البيانات عن المرضى في مرحلة إعادة التأهيل الحركي. كما يمكن استخدام هذه الملابس في مجال تقنيات الواقع الافتراضي وبخاصة في مجال ألعاب الفيديو وأنظمة المحاكاة الإلكترونية. هذا وأكد شايان أن النسيج القادر على استشعار تحركات جسم ينطوي على أهمية خاصة في تطوير أجهزة ذكية في مجالات الصحة والرياضة والروبوتات اللينة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.